مرة أخرى نرحب بالأستاذ أو بالدكتور طارق شندب المحامي وأستاذ القانون الدولي للتعليق من طرابلس على موضوع اغتيال الحريري والاغتيالات في لبنان. كنت قد طرحت عليك سؤالا دكتور يتعلق بتحقيق العدالة في لبنان بعد مرور كل هذه السنوات، 16 عاما مرت على اغتيال الحريري لكن العدالة لم تتحقق كما يقول المراقبون. للأسف كل الاغتيالات السياسية في لبنان منذ 16 سنة وحتى هذه اللحظة، الكل يعرف أن ميليشيا حزب الله هي من اغتالت رئيس حكومة لبنان، وهي من قامت بكل الاغتيالات السياسية المتعاقبة حتى اغتيال لقمان سليم منذ عدة أيام. أصدرت المحكمة الخاصة في لبنان حكما بإدانة أحد عناصر ميليشيا حزب الله المتهم بقتل الرئيس رفيق الحريري، وأدانته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وبالتالي العدالة بلبنان صحيح لم تتحقق، ولكن الجميع يعرف الحقيقة. الحقيقة أن هناك ميليشيا هي من تقتل وترهب وتمارس أبشع أعمال الإرهاب بدون أن يجرؤ القضاء على محاكمتها أو بدون أن تجرؤ الأجهزة الأمنية على اتهامها، وقد أكد القضاء الدولي ذلك. نعم، بالنسبة للقضاء الدولي كما تفضلت، لماذا لم تأتي التوقعات من المحكمة الدولية على قدر الآمال التي كانت معلقة عليها؟ من المستفيد من طمس معالم هذا الاغتيال؟ أولا، في المحكمة الدولية تم إدانة أحد عناصر ميليشيا حزب الله بأبشع جريمة، وصفها مجلس الأمن بأنها جريمة مست الأمن والسلم الدوليين، وقد جاء في سرد الحكم ومعطيات الحكم ومندرجاته أن المتهم المدان شارك مع آخرين لم تستطع المحكمة أن تحدد أسماءهم، وهم أكثر من 25 شخص شاركوا بالتخطيط لعدة أشهر وبالتنفيذ، وقد استطاعت المحكمة التعرف فقط على شخص واحد وقالت أنهم من ميليشيا حزب الله، وبالتالي هذا الشخص لم يقم بعمل بمفرده، وقالت المحكمة أن هذا العمل تم على تخطيط على مستوى عالي ورفيع، وبوجود أجهزة قوية قامت بهذا التخطيط وهذا التنفيذ، وبالتالي الإدانة واضحة سواء كانت لشخص أم عدة أشخاص، المهم أنه ينتمي لميليشيا إرهابية اسمها حزب الله هي التي قتلت رفيق الحريري، وهذا هو لب الموضوع وهذا هو أساس الموضوع. لكن المحكمة يعني هل كانت موضوعية بالفعل؟ هناك من اتهمها بمحاولة الهروب للأمام بالابتعاد عن مسؤولية حزب الله كمنظمة عن هذا الاغتيال. المشكلة كانت في النظام الأساسي للمحكمة، أي النظام الذي أنشأ المحكمة. الكل يعرف أنها محكمة مهجنة، أي أنها محكمة أنشئت كخليط من القانون الدولي والقانون اللبناني، وهي محكمة خاصة. وعندما تم وضع نظامها الأساسي اعترض الروس بطلب إيراني على عدم وجوب اتهام الأحزاب، أي على عدم وجوب اتهام ميليشيا حزب الله أو الرؤساء ومنهم الرئيس بشار الأسد رئيس النظام السوري. وبالتالي لكن كل معطيات الحكم، كل مدرجات الحكم الذي صدر تؤكد على أن المتهمين الذين شاركوا في العملية والمتهم الذي أدين ينتمي إلى ميليشيا حزب الله، وأن العملية تمت على تخطيط كبير، وهناك استئناف تقدم به مدعي عام المحكمة أمام محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة لتجريم المتهمين الآخرين. دون أن ننسى أن تلك المحكمة تنظر في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان وكافة الجرائم المتعلقة بها التي جرت بعد الاغتيال، أي أن الجرائم السياسية التي تمت بعد اغتيال الحريري ومنها اغتيال عدد. وهنا يأتي سؤال آخر دكتور، في الحقيقة أن تأخر العدالة أيضا في محاسبة من قام باغتيال الحريري أدى إلى دخول لبنان في دوامة أخرى وتلتها اغتيالات كثيرة كما تعرف. هذا هو لب الموضوع، وقلت لك أن الحقيقة في لبنان الكل يعرفه أن حزب الله هو القاتل، وحزب الله يتفاخر في ذلك، وأن العدالة مفقودة، حتى العدالة الدولية مقصرة، وهذا ما دفع حزب الله التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم الإرهابية السياسية في لبنان، لأنه أمن العقاب. القضاء المحلي غير قادر على تحقيق العدالة بالنظر للتدخلات السياسية والانتماء السياسي لبعض القضاة أو للتهديدات، والقضاء الدولي قضاء طويل الأمد مقصر في ذلك. ولكن الإدانة واضحة، أدانته المحكمة الدولية لحزب الله، أدانت عناصره في الاتهام الداخلي أو في القضاء الداخلي. هناك عدة جرائم قامت بها عناصر ميليشيا حزب الله سواء تعلق في اغتيال الحريري أو لم يتعلق،
وتمت إدانة عدد كبير من العناصر. بعض الملفات ما زالت قيد يعني قيد النظر في بعض المحاكم، بعضها أخفية مثل ملفات بعض اللاجئين السوريين أو الضباط الذين خطفوا من لبنان مثل النقيب محمد نصيف وغيره، وبالتالي حزب الله هو من يقوم بكل تلك الأفعال الجرمية. كل القضاء في لبنان والإجهزة الأمنية تعرف ذلك، حتى أن عملية اغتيال اللواء وسام الحسن رئيس شعبة المعلومات قامت بها عناصر الميليشيا حزب الله، ولكن لم تجرؤ الأجهزة الأمنية على إعلان نتيجة التحقيق. نحن بحاجة إلى تدخل دولي تحت الفصل السابع بالنظر إلى قرار 1559 و1701 والقرار الذي أنشأ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 1595 وما يليه لفرض عقوبات على حزب الله ولإلزام حزب الله بتسليم القتلة ولوضع على لائحة الإرهاب الدولي، لأن المتهم بقتل الحريري الذي أدانته المحكمة الخاصة في لبنان قال عنه زعيم الإرهاب في لبنان حسن نصر الله بأنه قديس. نعم دكتور، أنت تعرف أنه منذ ذلك الوقت منذ اغتيال الحريري حتى اليوم دخلت البلاد في حالة من الفوضى السياسية وعدم الاستقرار في الحقيقة، وما تبع ذلك من نتائج كارثية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ومكانة لبنان في المنطقة. يعني أحيانا يفكر بعض الناس بالطريقة التالية، أن هذا الشخص رفيق الحريري كان يجب أن يغيب عن المشهد، هكذا رأت بعض الأطراف كي يتسنى لها هذه الحالة من الفوضى في لبنان. هذه وجهة نظر صحيحة، فعندما تم اغتيال رفيق الحريري لم يقل مقصودا فقط رفيق الحريري بشخصه، وإنما كان المشروع الذي جاء به رفيق الحريري وهو المشروع العربي القائم على الدعم الخليجي السعودي بالذات لبناء لبنان، وهو المشروع اللبناني كذلك المتوافق مع بناء دولة بدون ميليشيات. مشكلة رفيق الحريري أنه أراد بناء دولة وتنفيذ القرارات الدولية وأهمها القرار 1559، وهذا ما أزعج إيران وحزب الله والنظام السوري، فتم اغتياله لمنع تنفيذ القرار 1559 الذي يقول بسحب سلاح جميع الميليشيات من لبنان، وهو الذي كان ينادي به رفيق الحريري وكل التيار السيادي في لبنان. رفيق الحريري استطاع أن ينشئ دولة، استطاع أن ينشئ منظومة حكم، طالب بتحقيق العدالة بالإنماء المتوازن، بتحقيق العلاقات الدولية مع الدول الكبرى في المنطقة، بابتعاد لبنان عن المحاور، بإخراج النظام السوري من لبنان، بإخراج العدو الصهيوني من الجنوب. عندما وصل الموضوع إلى موضوع سلاح حزب الله كان الاغتيال السياسي الذي نفذه حزب الله. نعم، كيف ساهم نفوذ النظام السوري والنظام الإيراني في وصول لبنان إلى هذا المأزق السياسي والاقتصادي؟ في كل عملية سياسية في لبنان تلجأ ميليشيا حزب الله وأتباع النظام السوري إلى عملية اغتيال لمنع تنفيذ أي قرار سياسي يعارض مصلحتها في لبنان. فعندما تسمى في مجلس الوزراء الاتفاق على سحب سلاح حزب الله ومنع شبكة الهواتف التابعة لها من الاعتداء على الأملاك العامة وعلى شبكة الهاتف العام في لبنان، كانت غزوة 7 أيار في عام 2007 وقتلوا 65 بيروتي بدون ذنب. ثم توالت عمليات الاغتيال التي نفذها حزب الله ضد كل شخص ينتقد حزب الله أو يعارض حزب الله، وأهمهم الوزراء والنواب الذين تم اغتيالهم أثناء إقرار مشروع المحكمة الخاصة في لبنان، حيث تم اغتيال عدد من الوزراء والنواب لإنقاص الثلثي عدد مجلس الوزراء لفرض مجلس الوزراء، وكذلك محاولة اغتيال تم اغتيال عدد من النواب لتقليل عدد النواب المعارضين لحزب الله، وذلك لكسب الأكثرية السياسية في المجلس النيابي. إذن حزب الله يعتمد على الاغتيال والقتل إضافة إلى السلاح، وهو بذلك كذلك دون أن ننسى موضوع الفساد والمخدرات. شكرا لك دكتور طارق شندب المحامي وأستاذ القانون الدولي، شكرا لك، كنت معنا من طرابلس.